بصوا بقى، لازم نبقى فاهمين ان المعادلات عمرها ما بتبقى صفرية، ودايما دايما على رأي ست فيروز ايه في امل، اوقات بيطلع من ملل. انا بكلمك بجد. خلونا يبقى معانا داخل الاستوديو ضيف عزيز، هو صاحب بيت، دكتور جمال فرويز، استاذ الطب النفسي. منورنا دكتور. ربنا يخليك. يمكن الوقت قليل ويمكن في نفس الوقت لانه حضرتك صاحب بيت، فانا هحتاج افهم في كبسولات شديده التكثيف، ليه يبقى طول الوقت ولاد صغيرين زي الفل بيفكروا في الامور في شتى المناحي باعتبارها المعادلات الصفريه؟ في الثانويه العامه ده انا لو الامتحان صعب اعمل واسوي، بحب فلانه لو حصل كذا اعمل واسوي، لو قلت كذا لابويا ورفض اعمل واسوي. ليه العيال مش متحليه بالامل وبالاصرار على تحقيق حلم ما؟ لا بص يا فندم، هم مش بيقولوا هنعمل، بيعمل. هي القصه بيعملوا. هي القصه ايه؟ في عندنا فئه اسمهم العصابيين في مرحله سن المراهقه. اوكي. فئه العصابيين اهلهم عارفين ان الاولاد دول عصابيين، بيقلقوا بسرعه، بيتوتروا بسرعه، دايما عندهم صداع، دايما بيشكوا مع اي ضغوط، بطن بتوجعني، عمال ياكل في ضوافره، ايده ساعه مع المشاكل. يعني هو عارف ان ابنه متوتري. ما بيحاولش يقرب منه، بنضغط عليه شوية. أي ضغط نفسي، مادي، تعليمي، عاطفي، أول حاجة يفكر فيها هذا الشاب الوسيم أتخلص من نفسي. في حاجة كده اسمها adolescent crisis، تدهور سن المراهقة. أنا عايز المشكلة دي كبيرة، أنا أموت. بعد ما بينتحر لا قدر الله توفاه الله، خلاص ما حصلش الوفاة، يقولك ايه التفاهه دي؟ هو نفسه لما اكون قاعد معاه بقى يطلبوني، دكتور جمال تعالى شوف الولد ده، يقول لي انا ما اعرفش ايه التفاهه ده، واحد كلمني في التليفون وقال لي انا هعمل فيك، ده مكالمه في التليفون، رحت طالع رميت نفسي من الدور التاسع. ده ولد مامته بتقول له انا في الفرح عايزه كراسي معينه لولاد خالتك، قال لها لا انا عايز اصحابي اهم. طب راح قطع شرايين ايده. ياه. ما احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر بتفكيرنا احنا مش بتفكيرهم هم. العصابي المراهق هو عنده اول حاجه بلاك اوت بتنزل على دماغه التخلص من حياته. دي اعلى نسبه انتحار، ودي على مستوى العالم كله. ادخل بعديهم الاكتئاب. ما في اكتئاب، واحد عنده مرض لا قدر الله وشايف ان ما فيش استجابه في العلاج، فشل كلوي، ايدز، مرض كانسر، مش وهو حاسس ان مفيش استجابه وحاسس ان اللي حواليه مش مساعدينه، مفيش الضغط النفسي اللي هو يقدر يساعده، والدعم النفسي اللي احنا دايما نقول الدعم النفسي، الدعم النفسي للناس. بيبقى احيانا في ناس بتنسى شويه، في الرجاله او سيدات ولادهم ما بيسالوش عليهم وسايبينهم وبيكتفوا بسؤال في التليفون ولا على السوشيال ميديا وخلاص. بيجي طبعا فراغ وقتي مع فراغ عاطفي، يجي في دماغه طب انا اتخلص من حياتي، انا زهقت. الاكتئاب الوجداني، احنا عندنا اكتئاب وجداني، اكتئاب ما بعد الولاده، اكتئاب ما بعد التقاعد، اكتئاب الناس اللي بيجيلهم اكتئاب من تعاطي ادويه، اكتئاب مع الدوره الشهريه، كل ده اكتئابات احيانا بتبقى عنيفه. والمريض بيسيطر عليه فكره التخلص من حياه وشايفها هي النجاه الوحيده. مريض الاكتئاب يقول لك انا رايح لربنا مكان احسن من اللي انا فيه. هو فكره كده، ويسمع مدحت صالح في اغنيه رحيم اشوفكم بخير وخلاص، هو بالنسبه له يقول لك ده مكان افضل، وطلع الخطاب اللي كاتبه كله لربنا. طب انا حتى عشان ما حدش يظن ان احنا بنحول الموضوع لهزار، هو الموضوع جد. انا عايز اقعد افكر مع دكتور جمال بصوت عالي، ازاي اقدر افهم الاولاد والبنات الصغيرين في السن دول او حتى الرجاله والستات انه سهل قوي نخرج من هذه الحاله وننظر بنظره اكثر تفاؤلا. انا مش بقول لك الدنيا مزهزهه، بس هو اكيد كل حاجه وليها حل. بس مش انا ولا حضرتك، احنا في جزئيتين. احنا ما قلنا ايه فئه المراهقين العصبيين، يعني اهليهم عارفينهم، الاب والام لو مركزين شويه مع اولادهم وهو عارف ان ابنه عصبي يحتويه، هو لو احتواه خلصت. لو الراجل او الست هيحتويه ازاي بقى؟ اتكلم معاه، اسمعه، ما اقعدش كل شويه انقده. يجي الولد يقول له يا بابا ده حصلت مشكله مع اهل خطيبتي، ما انت غلطان، ما انت اللي اخترت غلط، ما اهل دول مش عارف ايه يسوي. يا عم انا مش عايز اسيبها، انا بعرض لك مشكله، انا عايز احل، انا عايز اخد خبرتك بقى كأب. يقعد بقى يضغط عليه.
تعالى الولد بيشتكي من زمايله، ده زمايلي قالوا لي كذا، ما انت السبب، ما انت طول عمرك اصحابك كذا، ده انت اللي بتخطئ. يا عم مش كده، اهند الولد بيكلمك، اسمع له، اتكلم معاه، قول له حاضر، اديله ثقه في نفسه، قول له لا ان شاء الله نشوف، انا هشوف معاك، لا نحل المشكله دي، لا نساعد بعض، تعال نخرج نقعد يا سيدي بره نتكلم مع بعض. خد ابنك تحت باطك، ده يقول لك لو ابنك كبر خوي، ده المثل اللي بيقول انت مش عايز تخوي، اللي مصمم ان انت مجرد تدفع فلوس وعمال تحرق في دمه على القرشين اللي انت دفعتهم له. ما انا جبت لك شقه، ما انا جبت لك مش، يا عم خلاص، ما انت جبت، الله اكبر، ربنا يزيدك، ولكن اتكلم معاه، خفف عنه، ما تبقاش هو الولد. انت عارف ان ابنك ما بيتحملش ضغوط، ما جيش انا اضغط. هي كل القصه ان انا حد يسمعني. النهارده وزاره الصحه لما عملت المنصه الالكترونيه، ودي حاجه يعني تعتبر على مستوى العالم روعه، منصه الكترونيه، ادخل هتلاقي دكتور يتكلم معاك، اخصائي نفسي يتكلم معاك، وناس متدربه هيساعدك. يعني احنا بنقول لك طالما ابوك مش عايز يساعدك، بدل ما تدور على دكتور، بدل ما النهارده تقول انا مش عارف اروح لطبيب، معيش فلوس اروح لدكتور، ادخل على المنصه. المنصه لو لقيت عندك انت المشكله فعليا انتحاريه وافكار انتحاريه، هتحجز لك في مستشفى حكومي، هتروح تلاقي اسمك موجود، اتفضل يا فندم هتتحجز. يعني انا النهارده عايز اقول لك يعني احنا عايزين نساعد. يعني زمان لما في ناس طلعت قال لك الانتحار لما بيزيد، لازم تعرف ان في زخم اعلامي على الانتحار. زي لما حصل زخم اعلامي على حاله شاب قتل فتاه، ابتدت في ناس تحب تقلد ده. احنا بص يا سبي، الناس مش كلها زي بعض. دي الناس يعني لازم الناس تفهم الجزئيه دي، احنا مش كلنا زي بعض، احنا عندنا اضطرابات شخصيه. انت عارف تقرير دبليو اتش او طالع اوله امبارح، عدد حالات اضطرابات النفسيه على مستوى العالم كام؟ 25%. 25% من سكان العالم ده عندهم اضطرابات نفسيه. ده بنشوف له مطلعها. فالنهارده احنا لما بنيجي نتعرض لموقف، مش كلنا هيبقى ردود الافعال بتاعتنا زي بعض. اصل الناس تقول لك ايه؟ هو ليه عمل كده؟ هو ليه ما عملش؟ يا اخوانا انا لما بيحصل موقف معين 98% بيشوفوا الموقف عادي زي ما احنا شايفينه انا وحضرتك. في 1% بيخافوا جدا، بيترعبوا لما بيسمعوا موقف زي ده، يترعبوا على اولادهم. يقول لك ده طالب عمل كذا في طالبه، انت بنتي ما تنزليش، لا يا بنتي ما تروحيش، وطول ما بنته نازله رايحه الكليه ورايحه الدرس، انت فين دلوقتي؟ كلميني. اي حاجه تقلق، انا واحد من الناس، بنتي انا قلقت وهي رايحه درس، وهي رايحه المدرسه، وهي رايحه النادي، وهي رايحه اللي مش ايا كان، قلقت. قلقت بس في ناس منعت. ما تروحيش امتحان عن ما امتحنتي، ونزل معاها الامتحان عشان تحت ضغط، قال لها طب انا هروح معاك اوصلك اللجنه وهستناك بره الجنه. يا ست ما انت ما فيش علاقه مع حد. تعالى بقى في 1% تانيين قاعدين يتفرجوا، ما احنا عندنا نفس المشكله دي، ما احنا بناخد نفس الحلول. ما احنا ناخد نفس الحل. يعني النهارده الاخ اللي في الاردن اللي قال لها انا هعمل فيك زي ما المصري زي عمل. ليه؟ هو كان عنده مشكله، وليه الحل موجود؟ انتحر النهارده. انتحر النهارده. ليه الحل في مشكله، في مشكلته، يقول لك طب انا اقلد اللي عمله الاخ المصري. زي النهارده لما واحد، تفتكر حضرتك جت فتره ناس ترمي نفسها تحت متر الانفاق. كان في واحد جاي من المنصوره عشان يرمي نفسه تحت المترو في الجيزه. فلما مسكوه، يا حاج انت عايز ترمي نفسك؟ لان هو انا عايز اموت. طب ما انت عندك كان القطر في المنصوره. طخخ المشوار ده، انت جاي كله يعني عشان ترمي نفسك؟ قال له ما هو كان الاعلام كله بيتكلم ان في ناس بتنتحر تحت المترو، المترو اللي بيموت. فتعمل له شحن ذهني كده، بس ان في باك مايند، خلفيه ذهنيه، لما اشوف الزخم الاعلامي بيتكلم على حاله انتحار، انا لما بتعرض لنفس الموقف اقول لسيادتك حاجه. في فيلم العادل امام البحث عن فضيحه، قاعد هو وسمير صبري في مكان وعاملين يتكلموا، وبعدين يقول لي انا مش لاقي حل، فلاقي في الجورنان اختطاف طائره، وبعدين بص في جورنان تاني اختطاف مش عارف، قال له خلاص اختفى. الحل جاله لما هو شاف اعلام بيتكلم على حاجه تاني، اختطاف طائره، اختطاف مش عارف اتوبيس فين، هو قالك طب ما انا اخطف. الفنانه ميرفت امين في الفيلم. اذا هي دي اسمها الخلفيه الذهنيه او الباك مايند. انا خدت خبره من ناس نجحت في فعل شيء يتخلصوا من نفس الضغط اللي انا فيه. انا متذكر مره كنا مع بعض وكان حاضر معانا حد
حول الانتحار مرارا وتكرارا وكذا هوي الى انا يعني تمام. انا فضلت باصص له كده، انت لا بتنتحر ولا عاوز لفت انتباه لفت انتباه. يعني في ناس مجرد الانتحار محاوله ان انا بقول للناس انا عندي صرخه، انا عندي مشكله. ما هو برضه تعبان، هو مش عاملها يعني انه هياخد بيها شو، ولكن هو زي اللي بيطلع على الفيسبوك يا اخوانا افتحوا لايف انا هموت لكم نفسي دلوقتي. ده شوي يعني انا اسف. ايوه ده زي الفيلم بتاع حسن يوسف. ده شوي اتهم نفسه بالقتل ومنه بالقتل عشان يبقى مشهور، عشان يبقى مشهور وفريد شوقي طلعه في الاخر. لا ما هي في ناس، انا بقول لك احنا مشكلتنا ان الناس كلها متخيله ان احنا كلنا بنفكر زي بعض. لا احنا عندنا فئه صغيره قوي بتقلد اللي بتشوفه. يعني المفتاح عند الاب والام، الاب والام الأسرة. فيها ليه الشخصيه بتاعت بني ادم، وانا يا ريت كل اب وام يركزوا معايا، ده مهم جدا والله ليكم. الشخصيه بتيجي من ثلاث عناصر، جينات هنقول 10%، ماشي، خبرات حياتيه 10%، ان الخبرات هتيجي متاخره بعد التربيه. فيبقى الاساس ايه؟ 80% تربيه. رب ابنك صح، اديله ثقه في نفسه. العيل الصغير من سن 3 سنين هو عايز يشوف ابوه. الاب هو المثل الاعلى، الاب طبعا. هو القدوه، الاب طبعا. هو الايه؟ الامان. لو الاب مش موجود بندور على الايه؟ نقول الفازر فيجر او صوره الاب البديل اللي هيحميني. الولد لما ينتقص الاب هيروح لاما مشاكل جنسيه يا مشاكل نفسيه يا مشاكل سلوكيه، واحنا عاملين نقول ايه؟ المشاكل الجنسيه بتزيد ليه؟ المشاكل السلوكيه بتزيد ليه؟ المشاكل النفسيه بتزيد ليه؟ نسب الطلاق العاليه بتخلي الاب والام منفصلين، بتخلي العيال بيتربوا بعيد عن الاب او بعيد عن الام، بالتالي بيبقى عندهم حرمان عاطفي فبيعوضوه بهذه المشاكل الجنسيه او النفسيه او السلوكيه، فبتزيد هذه النسب. دكتور جمال كما جرت العادة نورتنا وشرفتنا، وأشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة. جدا 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 كانت شورت نوتس زي ما بنقول كده، ويعني لكن يعني كما جرت العادة ما بتفوت لناش طلب. ربنا يخلي حضرتك، كل الشكر ليك يا دكتور جمال. دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، اعتبرها صرخة تحذير في هذه الفقرة قالها دكتور جمال. خلي بالكم من عيالكم، أنتوا المفتاح الرئيسي في صحتهم النفسية أو في أزماتهم النفسية. ما بين قوسين بقى، خد بالك العيال بتتفرج على إيه، من غير ما هنقعد نفسر كتير، خد بالك عيالك بتتفرج على إيه. وانت بتشترك في أي حاجة، وانت بتشوف أي حاجة، خد بالك عيالك بتتفرج على إيه أو هتتفرج على إيه. الأمور ما بتتسابش سداح مداح، ولنا في ذلك كلام. خلصت الحلقة لحد كده، ونشوفكوا في 9 دقيقة. كريم رمزي داخل بالكورة، ماشي بالكورة، مهيص كريم. فاصل ونكمل. لا مفيش فاصل، خلصت الحلقة رقم 10. سلامات.